كنجد ترحاب وتحيه صباحيه على كل مستمعينا الاوفياء وخاصه اللي عاد التحقوا بنا اللحظه. وغادي نمشي مباشره لشيوات لاله مولاتي عند سعاد من تيزنيت ونتعرفوا على اهم الشيوات اللي غتوجد اليوم. اهلا بك سعاد، صباح الخير. صباح النور اختي. كيف صبحتي؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. الله يخليك. كي دايره؟ الله يبارك فيك. بارك الله فيك. مبروك عيدكم، مبروك عواشركم. الله يبارك فيك. تعاودوا ان شاء الله بالصحه والسلامه. يا ربي امين. حنا وانتم ان شاء الله بالصحه والسلامه للجميع يا ربي. ربي يخليك وعيدكم مبارك سعيد وعلى المغاربه كلهم من طنجه حتى للقويره. الله يخليك. وخاصه البنت الاخ ديالي اطماع ابتسام والابناء ديالها والزوج ديالها اللي راه كتستمع لك ديما. يا تحياتي لهم. ربي يخليك اسامه. غادي نبداو ان شاء الله بواحد الرغيف كيتقدموا نهار العيد مع ان شاء الله. ايه زنجلان. عندنا ان شاء الله واحد نص كيلو ديال الفورس من الدقيق الابيض من ذاك النوع الجيد، الا كرهنا كاع يكون هذاك ديال الباكيه. ايه عندنا واحد المعلقه صغيره ديال الخل، عندنا واحد جوج معالق ديال الزنجلان محمر ويكون مطحونين، يكونوا مطحونين منيلين مزيان. عندنا اصفر بيضه، واحد المعلقه ديال الزبده ديبه، معلقه ديال الزيت عاديه، نص باكيه ديال الخميره ديال الحلوه، وقبيصه ديال الملح والماء دافي اللي غنجمعوا به العجين. غادي نجمعوا ان شاء الله هذا العجين مزيان وغادي ندهنوها بشويه ديال الزيت ونخليوها واحد 5 دقائق. كنشكلوها قريصات تقريبا هذا نص كيلو غادي يعطينا دوك 7 حتى 8 ديال القريصات. غادي نغطيهم بواحد البلاستيك ونخليهم يرتاحوا تقريبا واحد 20 دقيقه. غادي ناخذوا الزيت ونجيو فوق واحد الرخامه ديالنا ولا الطبله فاش فاش كنطلقوا، وغادي نطلقوا دوك القريصه نطلقوها حتى كتولي لنا شفافه. غادي ناخذ واحد السكين يكون ماضي وغادي نقطعوها، مثلا نقطعوها مربعات على حساب دوك الرغيفات، علاش القياس اللي بغينا. بغينا مكبار غادي نقطعوا دوك المربعات كبار شويه، بغينا مصغيورين يكونوا صغيورين وغنقطعوهم صغيورين. هما في العيد في الفطور دابا ديك القريصه كنضربوها على جوج هكايا في الطول ونعاودوا نضربوها في العرض. في الفطور ديال العيد كنبغيو يعني حويجات اللي هما صغيورين يعني كيجيو حسن. من هي صغيورين كل واحد يهز وحيده صافي راه كافي. غادي نشدوا دوك المربعات وغادي نطويوهم، وما راه يجيونا صغيورين نحاولوا ثاني نطلقوهم شويه بيدنا ونطويوهم مربعات يكونوا صغيورين. وغادي نديروا واحد الطاوه تكون حدانا مدهونه بالزيت وكنبداو نحطوا وحيده حدا وحيده مربعين بحال هكا على شكل مسمنات هما صغيورين حتى كنكملوا العجين ديالنا كله صافي. وكيكونوا عندنا راه مطويين كنجيبوا الزيت يكون سخون تقريبا واحد لتر ديال الزيت، وكيكون عندنا العسل. حنا عندنا جوج ديال الاختيارات، اما بعد مرات انا كندير غير معلقه بحال هكا وكنهز وكندوز الخطوط ديال العسل من الفوق في زعما فيهم الكفايه. بغينا نغطسوهم في العسل كيكون داك العسل سخون باش ما يهزوش لنا العسل بزاف، يكون ثاني هازين العسل بزاف. واخا غادي نجيو لعد الزيت وغادي نبداو نقليو وكنرخفوا العافيه، ما نخليوش البوطه مطلوقه بزاف باش يجيو باش ما يتحرقوش لينا، باش يجي الوجه ديالهم غير مذهب صافي. وحنا هازين الفرشيط ورحنا كنقلبوهم وكنهزوهم نسقطروهم في واحد الشبيكه وكنستفوهم في واحد الطبيصيل، كندوزو عليهم خطيطات ديال العسل وكنزينوهم بشويه الزنجلان. اييه الله يعطيك الصحه. اييه الرغيفات ممتازين. اييه الفطور العيد ان شاء الله. ان شاء الله في الطبله ديال الفطور ان شاء الله. صحيح. واخا عندنا اختي سنه واحد الطاجين ديال اللحم، هو كان بعض المرات الا بغينا نديروه في الطاجين راه كنديروه في الطاجين، ما بغيناش كنديروه في الطنجره راه كيجينا زوين بالبصله الصغيره. حنا دابا كنديروا البرقوق، نديروا المشماش، نديروا الاناناس، دابا غادي نختاروا نديروا ديك البصيله الصغيره راه هي كتجي مزيانه فعلا دا وقتها. اييه وراه صحيه زعما كاينه وكان باش نشكلوا عاوتاني. عندنا تقريبا تعرفي اللحم ديال الغنمي، الا كان لحم ديال الغنمي راه شويه كيصغر، الا كنتي دايره 3 كيلو راه بحال اللي ملي كيطيب بحال اللي كيولي لك غير جوج. فعلا. ايه عندنا مثلا 3 كيلو ديال اللحم على حساب داكشي اللي بغينا، دابا كل مثلا 3 كيلو ديال اللحم تكفى فيه 2 كيلو ديال البصله. واخا عندنا ديك 3 كيلو ديال اللحم كنشدوها كنحطوها في الطنجره ديالنا، كنزيدوا عليها واحد نص كيلو واحد نص كاس ديال الزيت العاديه. وواحد البصله تكون مشلضه وشويه ديال الابزار، سكينجبير، خرقوم البلدي والملحه، واحد راس معلقه ديال السمن، واحد شويه ديال الزعفران حر. وعندنا الا كرهنا تكون عندنا البصله مجففه نديروا واحد رويس ديال المعلقه. راه عندي اختي سناد دابا نعطيك الطريقه ديالها، راه كتجي واعره، كتمشي في الكسكسو، كتمشي في الطاجين، زعما كتجي لوكو ديالها واعر. قلت لك عندنا نص معلقه صغيره ديال البصله بودره، كنشحروا هذا اللحم ديالنا وكنزيدوا عليه واحد نص كويس ديال الماء مع ديك البصيله وداك الشيء، وكنخليوه راه عادي كلشي. الاخوات راه كيعرفوا كيفاش اللحم كيطيب، ملي كيطيب لينا اللحم وكيصافي راه كنعرفوه طار، كنسقطروه من ديك المريقه
وكنهزو نديرو في واحد الطاوله اللي كتدخل الفران، وكناخذو ديك المريقه كنزيدو عليها تقريبا واحد نص سيترو ديال الماء، وكناخذو ديك البصيله الصغيره كنكونو حيدنا قشرناها ودرناها في واحد السوبيره ودرنا عليها واحد المعيلقه ديال السمن ومليحه، واحد المعيلقه ديال السنيده، شويه ديال الابزار، واحد المعيلقه صغيره ديال القرفه، وشرملنا ديك البصيله الصغيره ما نكرهوش نشرملوها تبقى واحد الساعه مدنيه تقريبا تبقى نشرملها فهاد السمينه وهذه كتشرب وكتجي جي لوغو ديالها واعر. كنشدوها كنحطوها في ديك المريقه وصافي، وكنرخفوا عليها البوطه ونخليوها راه دغيا كطيب. هي دغيا كتنزل فعلا. كنهزوها نسقطروها من ديك المريقه ونخليو ديك المريقه حتى كتوقف مزيان تبقى عاد دغميره. كنشدو داك اللحم ديالنا، كتكون عندنا تقريبا واحد جوج معالق ديال العسل، كنزدو عليهم واحد المعلقه ديال الزبده، وكندوبوهم بيدنا بحال ما هكا حتى كيطلقوا لينا، وكندهنوا داك اللحم ديالنا. وكندخلوه للفران شاعله عليه العافيه غير من الفوق حتى كيبان لنا راه تحمر، وكنقلبوه حتى كيتحمر بديك العسيله كيعطي واحد اللون مع داك العسل. وفي اثناء التقديم راه كنديروا اللحم ديالنا، كنجيبوا ديك البصيله، الا بغينا هذا الشيء اختياري يكون عندنا اللوز شويه غير مفرشش، وكنشدوا ديك البصيله وكنحطوها في داك اللوز ندوزوها بحال ما راه كتكون هي نشفات ديك البصيله هزيناها سقطرناها، كندوزوها في هذاك وكنزينوا بها داك اللحم ديالنا. وكنشدوا ديك الدغميره، اما كنحطوها في زليفات وكنسربيوها في جناب ديال الطبله، اما كنحطوها في جناب ديال الطبسيل. هي على حسب. الله يعطيك الصحه، نغيروا شويه هكا في المشيوات ديال العيد. البصيله الصغيره راه صحيه والفوائد ديالها راه مهم راه خطيرين. قلت لك اختي سنة، وكنقدموه ان شاء الله بالصحه والراحه. يعطيك الصحه، تبارك الله عليك. الا سعاد يا ربي يخليك. عندي واحد الشلاضه، الانسان ما كيبقاش الواحد غير اللحم، اللحم كتقدم مع قطيبات، كتقدم مع اللحم بخار، مع كل شيء. عندنا تقريبا واحد زلافه ديال الروز تكون مسلوقه، وعندنا واحد البصله تكون متوسطه مقطعه رقيقه، عندنا جوج مطيشات يكونوا طايبين محيدين لهم الزريعه مقطعين رقاق، عندنا جوج بيضات مسلوقين مقطعين تاهم رقاق، عندنا ما نكرهوش فليفلات يكونوا ملونين حمرين وخضرين وصفرين، واخا نديرو عن صيص نصيص يكونوا مشويين مقطعين تاهم رقاق، عندنا واحد العلبه ديال الميس ديال الذره صبره كنصفيوها من داك الماء وكنغسلوها ونشفوها وكنلوحوها تاهي مع داك الشلاضه، عندنا وهذه اختياريه بواطه ديال الطون الا بغينا، لا ما بغيناش راه بلاش ديال اللي كتكون في الماء كنصفيوها وكنزيدوها حتى هي، عندنا واحد القنطه ديال الخس مقطعه صغيره رقيقه، عندنا شويه الزيتون الخضر حتى هو مقطع طريفات، وكنخلطوا هادشي بواحد جوج ديال الفرشيطات ما نديروش يدنا باش ما يتعجن لينا داك الشيء، وكيكون عندنا واحد عصير ديال الحامضه تقريبا واحد 4 المعالق ديال زيت الزيتون، شويه ديال الابزار وشويه ديال الملح، كنخلطوا هاد العصير ديال الحامض مع هاد التوابل وكنزيدوهم على ديك لي سالاد، وكنخلطوا بالفرشيطات مزيان، اما كنقدموها في طبسيل واحد، الا بغينا نقدموها فرديه راه كنديروا في شي زليفه تاخذ داك الشكل ديال الزليفه ولا داك اللي عندنا المول اللي عندنا، وكيكون عندنا واحد الطبسيل كيكون فيه الخس الخيار راه كلشي تبارك الله الاخوات راه عارفين اللي صار. المطيجه فعلا هي التزيين. اما كنديروا طبيسي صغير وكنديروا واحد الورقه ديال الخس وكنكفيوه على ديك الزليفه ونعاودوا نقلبوه باش كيجي داك الخس لتحت وديك الزليفه، هذا كنزينوهم بمطيشه صغير، كنزينوهم بدويورات ديال البصله صغيورين، الزيتون، داك الشيء اللي بغينا، الخيار، داك الشيء اللي بغينا، وكنسربيوهم راه كيكونوا زوينين في هاد العواشر وفي هاد العيد. فعلا نكثروا من الخضره. صحيح. اييه. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. الله سعاد. قلت لك اختي سنه هذيك البصله بغيت نعطيها لك. اييه تفضلي. عندنا تقريبا واحد ثلاثة ديال البصلة، تقريبا كيلو ديال البصلة. كنقشروها وكنشدو واحد الطاولة اللي كتدخل الفران وكنقطعوها طرونشيات بحال هذيك مشنفة. هذيك كنقدروا تكون عندنا البصلة بيضاء ولا حمراء بحال بحال. صافي كنشدوها كنسرحوها في ديك الطاوة ديالتنا، كنشعلوا الفران حتى كيسخن مزيان وكندخلوها. كنخليوها المرة الأولى تقريبا غير واحد هكا كاينة وصافي شوية واحد ربع ساعة كاع بالكثير وكنخرجوها. المره الاخرى كنزيدوا ليها شويه ديال الوقت، غير هي البصله ما نخليوهاش تتحرق من هذا، كتكون وجه كتكون ذهبيه ملي كنشوفوها راه بحال اللي باقا شويه من الديه، كنشدوا المقله حتى كتسخن ونطفيو البوطه ونحطوها في ديك المقله،
ملي كتبرد راه كتولي كتخرشش ولي كارمه. كنزيدو من داك الماء الكهربائي وكنطحنوها مزيان وكنديروها في القريعه. راه ما قلتش لك انا كتجي مع اللحم في الكسكس في ثمن الحسوه وداك الشيء كديري فيها رويس ديال المعلقه كيجي داك لوكو كيجي غزال زعما كاينه ديال هذا. وعندي اختي واحد كيفاش كتقدم الدواره، دابا كاين الدواره كاين اللي كيدير التقاليه بحال اللي ما كياكلوهاش ليه الدراري ديك التقاليه وداك الشيء، واحد الطريقه زوينه. كنشكر اختي سميره الله يعطيها الصحه، جات عندنا ذاك العيد ودارتها لينا زعما ما صافي ولات كدير لنا ديما غزاله. ايه واخا تعرف الطريقه. ايه عندنا الدواره من جميع زعما من شويه الكبده شويه القلب شويه داك المصران ديال الشحام كنقلبوه كنغسلوه مزيان، المصارن كاين دابا المصارن اللي كاع ما كيستعملهم كاع كتشديهم كتغسليهم مزيان وكتقلبيهم وكديري لهم الملح النيس الملحه واحد الحفنه كبيره ديال الملحه واحد عصير ديال الحمضه وكتبقاي تضربي بهم ضربي 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 كتلقاوهم واحد الكشكوشه وكيحيد منهم داك الشيء كلشي دوك الشوائب كيحيدوا، وتحت الروبيني كديرهم في واحد الشبكه حتى كيتشلوا مزيان وكتخليهم حتى كينشفوا، اما كدير لهم واحد الربيطه واحد العقده وكتقطعيهم اما كتقطعيهم طريفات كبار. ثم كنزيدوهم مصران هذاك ديال الشحام كاينين واحد الولاسس كلشي كنقطعوا داك الشيء كلشي شويه قلنا الريال الكبده اي حاجه اي حاجه ديال الدواره صافي وكنحطوها في واحد المقله ما نديروا لها لا الزيت لا حتى شي حاجه، واحد شويه ديال الملحه تقريبا معلقه صغيره قياس ديال الملحه وكنديروها وكنرخفوا عليها البوطه وكنخليوها كنبقاو ندوزو كنحركوها كل مره كنحركوها داك الليدام ديالها بحال اللي غادا تسحر فيه كتطلق داك الزيت داك الشحمه كتطلق داك الليدام ديالها كنبقاو نشحروا 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 حتى كتولي حمراء حمراء عرفتي كتولي بحال اللي مدخلها الفران حمراء كنشدوها كنصفيو عليها من هذاك الزيت نحيدوه كنحطوها في الطبيصيل وكندردرو عليها الكمون وشويه ديال القزبر حبوب مطحون وبالصحه والراحه مع شي كويس تاع اتاي بالزعتر. فعلا تبارك الله عليك. نغيروا شويه دابا كل منطقه وكل يعني كل سيدو كيفاش كتحضر يعني التقليه ولا الدواره مزيان هكا يكون اختلافات، هاد الاختلافات يعني كيساعدونا انه ما يكونش الملل، يعني كاين اللي كيدير تقليه على شكل مريقه، دابا انتم يعني بهذه الطريقه عاوتاني نغيروا هكا بالكامون. الله يعطيك الصحه تماما تبارك الله عليك. الراحه ومبروك عواشركم وتعيدوا تعاودوا والله يعطيكم الصحه يا ربي امين. حنا وانتم شكرا لك بزاف لاله سعاد، مشكوره جدا على المشاركه ديالك وعلى كل هاد الاقتراحات اللي قدمتي لنا.